من أنتم؟ من أنتم؟ أنا يوسف بن نجم الدين أيوب الملقب صلاح الدين، وهذا القائد طارق بن زياد. والف نعم، هذول اللي درسونا اياهم في المدرسة، هذا وهذا. قلت من أنتم؟ من قومكم؟ حنا عرب، الله يسلمك. عرب؟ في أي زمان أنتم؟ حنا سنة 1427 هجرية. عام 1427 هجرية؟ إذن هم أحفادنا. أحفادنا؟ كيف أوضاعكم؟ كيف أنتم والفتوحات الإسلامية؟ من عقبكم؟ ما شفنا خير، فلسطين ومحتلة. ماذا قلت؟ لا، وأزيدك من الشعر بيت، العراق ومحتلة ولبنان مساكين كل سنتين يحفرون لهم وفيها ذبح ومذابح، وإسرائيل عاثي تنفذ العالم عثي. وش اسمه؟ والأندلس حقت هذا راحت، ما عاد فيها أندلس. ماذا؟ قسم بالله، قسم بالله، ما أنت مصدقنا؟ تعال تعال معنا شوف. وصاد الحين أصلا صار اسمها إسبانيا، ودخلت كأس العالم وفازت فيها إيطاليا. هل جهودنا وفتوحاتنا ذهبت سدى؟ هل أضعتم إنجازاتنا؟ وكيف هي حياتكم ومعيشتكم إذن؟ وش عندنا أشياء ما هي بعندك وأنتم؟ إيه. عندنا تلفزيونات. إيه. عندنا 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 محطات. إيه. نقعد نشوف، وعندنا مكيفات. هذا مكيفات يجي هواء كذا يبخ بوجه كذا بوش شبور براد. ما تعرفون لا أنت ولا هذا حق الأندلس. وعندنا كل شيء، وعندنا سيارات، وعندنا بعد عندنا طبخات حقت الكبسة. إيه، ومرقوق، نطبخ مرقوق ومطازيز الحمد لله. مرقوق؟ بطازيز؟ أهذه حياتكم؟ وأسفا وأسفا، فتوحاتنا وصلت إلى الصين شرقا وإلى بحر الظلمات غربا، وأنتم تسكتون عن حق المغتصب؟ بئس الخلف أنتم لخير سلف، بئس الخلف أنتم لخير سلف. إذن أعطونا مقفاكم. يلا ونبوك.